بالرغم تتبع جريده العمق المغربي الالكترونيه. السلام عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم حوار في العمق. ضيف هذه الحلقه ابن المغرب العميق مدينه زاكوره، تحديدا يتعلق الامر بالفنان الكوميدي محمد باسو. هذا الحوار اكيد ما يكونش بحال الحوارات ديال العمق السابقه، لان الصديق باسو جمعتنا الدراسه والداخليه وشيء ايضا من الكوميديا، لكن ساحاول ان اكون معه صحفيا يزعم انه سيجرني الى دائره صداقه اكثر، لكن كيف الصحفي تغلب ان شاء الله. سي باسو سنحاوره اليوم في قضية تهم المسار ديالو الاجتماعي الدراسي الكوميديا وجديده الفني طبعا، ثم مواقفه من عدد من التطورات الجاريه في الساحه السياسيه. استاذ محمد حبساسي التطور كيفاش؟ مرحبا بك. سير على الله. يلا سير في جريدة العمق المغربي لأول مرة طبعا في برنامج حوار في العمق. الله يكبر بك. مرحبا بك اسمح. والله هذا نهار كبير. المسار الاجتماعي طبعا بزاف ديال الناس باسو يبغيو يعرفوا البدايات. أحد لقيت باسو بزاف تيعيطوا لك كيسهيم، واش عندها علاقة بالقوبة لا باسو؟ لا ديك باسو كيلقى صحابو باسو زعما راه اسم زعما عنده شي علاقة بما هو رومانسي وداك الشيء. باسو هو اسم أمازيغي. انا باسو ديجا كاينه كنسمعوا في الحجه دوك القصص. فوالا باسو وفرنسا باسو كاينه بزاف ديال الدول، ماشي غير كاينه في البرازيل في المكسيك. زعما راه عندنا نفوذ في امريكا اللاتينيه غير باش تحترم. انا راه ماشي غير زاكوراس. طيب البدايات اللي نعرف باسو مهنه الوالد او ربما الاجداد يتفخرت بعض الاشياء الحرف. نبغيو نزوميو شي شويه على هذه الفقره. كنتي قيد ربما ايضا فاش السياحه؟ ماشي قيد، دابا حنا خدامين في الفخار وكاين البازار ديال العائله وهذا دونك. وصراحه حنا كبرنا مع التوريست، مع السياح اللي كيجيو من العالم كامل. من والله نرى عندي عمي عبد الرحمن تبارك الله راه يعني قرا الاعدادي تبارك الله وداك الشيء، ولكن راه يتكلم وماشي غير هو بوحدو، كاع الناس ديال كاين اللي كيجيو كاين اللي كيجوي بالالمانيه وهو ما عمرو شافها، كاين اللي كيدير كاين ولا حتى بكرود دابا كاين اللي تجوي معاه تقول ليه شي مدينه في فرنسا كتقول ليه مثلا جو سي با ليون كيقول لك 69، كتقول ليه باري 99، كتقول ليه بوردو 33، كتقول ليه لا جيروند مارسي 13. حافظين كاع الارقام ديال لي ديبارتومون ديال فرنسا اكثر من الفرنسيين بحكم ان كاين احتكاك بالتوريست. وصراحه نفعتنا ديك التجربه مع السياح، لانها كتخلي دائما دماغك شويه كما كيقولوا اوبن مايندد. اسمح لي. لا واخا تبان علينا بلغه شويه ما كاين باس دونك كتخلي الدماغ شويه مفتوح وهذا وكتحتك بلغات وكذا، وهذا كانت بلغات. فرصه بالنسبه لك انت اللي خلاتك صحيح شويه الفرنسيه الانجليزيه من بكري. كنتي كتبان علينا كتشرح لنا اونتيغون في الثانويه وداك الشيء. اونتيغون راه ماشي غير اونتيغون سي الغرس، راه رجعت معاك شي نهار. لوغ دو مون بير، لا غلوار دو مون بير، مارسيل بانيول، اونتيغون كنت شويه دابا غير مره وصافي. كنا كنحتاجو هذاك هو داك الدري اللي كان قاري في الميسيون زعما الميسيون ديال البلاد كانوا كيجيو الكور بزاف وكذا. طيب اذا بلاتيش من طيب راه بلاتي نعاود واحد النادره كانت وقعت لينا انا وياك. ماشي بلاتي حنا مازال في تم سير الله يسخ سير الله يسخ حنا باقي في تم كروت مازال في تم كروت المرحله الاعداديه وكذا. طيب المرحله ديال الدراسه بعض الاشياء ابناء المنطقه عموما شويه ديال المعاناه، كانت الامور ميسره عندك في الشراء الكتبات المقررات كذا الى اخره، ولا الى عقلتي الاعدادي حنا كنا كنشاركوا الكتب كنهضر من الاول حتى من الاول ابتدائي. الابتدائي دوزتو بشكاره واحده، شكاره واحده كان صيفطها ليا الخال ديالي الله يذكره بخير خالي محمد في الدار البيضاء دابا. من تحضيري حتى السادس. من تحضيري حتى السادس شكاره واحده. عندك بعدا التحضيري والثاني كانوا كيقادوا لنا الوالدات هذوك الشكارات ديال دوك الخناشي ديال القمح ديال الدقيق ديال 10 كيلو، هذيك كتفركسها الوالده معها مع الطرز وداك الشيء. موزون ولا داك الخيط الصفر وكذا كتفركسها وداك الشيء، راه ساك ديال لوي فيتون محطوط تقدر تمشي به كتجري المضى. دونك دوزت به عامين ومن بعد لا هو الفقر راه كلشي دوزو، ماشي زعما نبقى نقول انا الوحيد استثناء، راه غير راه العمق قال لي من مراكش لتحت هو راه الفقر كلشي دوزو غير درجات مستويات درجات وداك الشيء. وكاين بزاف ديال الحمد لله ملي غير ملي كيكون عندك باش تمشي للمدرسه ولا باش هذا. كان عندي الحلم ديك الساعات نشري بيكالا، وبقي كنعقل كنت شريتها عرضنا هذا الحلم شريتها عند واحد السيد عبد الرحمن الفخار كنقولوا لي حنا حماني، شريتها عند حماني ب 4000 ريال. حماني دار معايا المزيان خداتها 3400 وخلى لي ديك 600، قلت لي راه غنمشي نسوديها لانها كانت بيكالا مهرزه. ديتها لواحد السيد سميتو جو، شو على السميات كيداير جو هو سودور في البلاد ومن العائله ديال جداتي، دونك دار معانا داك المزيان. والانسان ركب في اول يعني حديده، اول حديده ركبت عليها اش من عام سوديتها
كانت مرة كيقول لك تنجحوا في الرابع شي كومبليكاد نجح في الخامس انا الواليد كان ديما كيقول عليا باقي كينقز لي يومين عرفتي الواليد كون جرب داكشي ديال الحواجز وي معمر وقع عليك بها مشكل تهز في هذيك الهبطه ديال الشاطئ في تمكن معمر تفرقات علاش لا والله الا تفرقات جوج المرات وعاودت السودات وعرفتي لما نبعثها من بعد المجدي عبد الخالق شحال باش بعثها لي بعثها لي بشي 2800 وتا هو درت معاه البليزير وجداته الله يواليها برحمه الله الزهراء مبارك دعات معايا وداك الشيء صحيح سبحان الله دابا وفين وصلت هذا البيك راك ما بقاو كيتوارت ولا المجدي دابا راه كيسولو المجدي من الباعه ما عرفت كيقري في طاطي يقدر يكون زامع المجدي راه كيحافظ طيب اللي عرفت ان شاءت الاقدار نشاركوا شويه الكوميديا ملي طلعتي للزقوره تحبس بوز هنا لا ماشي شاءت الاقدار حبس بوز سي الغروس المهم المشاهدين ديال العمق انا دابا اللي غنحاور سي الغروس البدايات الفنيه والكوميديا ديال باسو الناس بزاف ما كيعرفوهاش اول مره طلعت للخشبه طلعت مع هذا السيد هذا وكان السكري هو اللي كان كيكتب لينا السكيتشات الى عقلتي كنا درنا اول سكيتش على الزلزال الحوثي في 2004 كاينه ولا لا كاينه ومازال عندي الصوره الى نحتفظ باقا الصوره عندك والعجيب ان انت اللي كنتي داير فيها صحفي وانا وزير وسولتك على شي اسئله كثيره سولنا على المام فين مشاو ديال الزلزال راه من دوك الاختلالات اللي كانوا كنا حاولنا دابا شوف السانكيام وعلى السيزيام وكان هذا النيفو هذا ياك صح تقريبا نيفو سياسي كنا كناقشوا شي حوايج كبار صح وباقي كنعقل سولتك على 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 وفين مشاو المانط ولا ما عرفتش ديال 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 هذا وجاوبتيني انت بشي طريقه وكان نرجع النص شي شويه ان لان زلزال الحسيمه كانوا خفيه طبعا وقعوا فيه صيفطوا المانط وقعوا خروقات صيفطوا ما جاوش المانط نزلوا في مكناس ومشاو لا بالفعل اذا انا بغيت نقول البدايه الاولى ولكن بديتي بعض البوادر ديال الجانب الفني في تمكروت قبل ما طلع زاب تمكروت ايامات عيد العرش شنو كنتو كديروا مع من في كنا نعاود لك واحد الطريفه وقعت لي في عيد العرش كنت جبت واحد المسرحيه سميتها المبعوث للجدد كتبتها انا وانا وانا واحد الدريه بنت العم ديالي نورا عابي باقي كنعقلو كتبنا واحد المسرحيه وطورناها وديناها باش نخدموها وداكشي وما بقيتش خدمت فيها حيت بقى فيا الحال عرفتي علاش لان المسرحيه الادوار ديالها كدور في المحكمه وملي وزعوا الادوار شاط ليا الشوش وبقى فيا الحال ما بقيتش نلعب في ديك المسرحيه وبقى فيا الحال بزاف لان جاني الدور ديال الشوش كيقول غير ديك محكمه والادوار الاخرين لعبهم جواد الغزالي رضوان الشافيخي كانت نورا عابي معنا سيغمون ما عرفتش غيكونوا عاقلين على هذه المسرحيه ولا دونك البوادر الاولى كانت في 3 مارس عيد العرش كنت دائما كنشارك وربحت بزاف ديال وكذلك طيب جيتي للزقوره طبعا لانه كان عندكم الكوليج تما محظوظين في تمكروت اش من محظوظين ما كنتش باغي الكوليج انا يتبنى داك العام في راسك علاش يعني كان الحلم ديالي نخوي تمكروت انا من الناس اللي كانوا كيشجعوا على اقصاء المناطق الهامشه تخوي تمكروت طلع زقوره والله الا بكيت انا نهار قالوا راه تبنى الكوليج مصيبه نزيدوا 3 سنين لا لان كانوا الدراري ولاد البلاد كانت موضه انك تمشي لزقوره طبعا واش عرفتي شنو هو الاحساس ديال واحد جاي من زقوره زعما راه كيقرا ترى كيجينا فاكونسي هنا صافي هذاك مشى للغرب كنقولوا كيجينا فاكونسي دونك بقى فيا الحال علاش الوغ ماشي بحالنا حنا بني عليك كنا تحت منكم لا نتوما هامش الهامش ديال الهامش شوف كل ما قربتي للحوت تقرب وراك غادي كل ما فلذلك التحقنا من السنه السابعه بال 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 بالقسم الداخلي طيب في القسم الداخلي طبعا كنت كتحرك في الجانب النضالي كان معاريك في جانب الكوميديا العمل الجمعوي شي شويه الى اخره شنو ممكن تقول على هذا العمل الجمعوي شوف ديك الساعات اللي جا زاكوره ما كانش ما نخرج في شي جمعيه راه مع والجميل في المنطقه ديال زاكوره والناس خصهم بيان سور الناس راه عارفين شي كو كان الجانب النضالي حاضر يعني كانت جميع التوجهات كاين اليمين اليسار الوسط اللي بغيتي وكاين اللي كيمشي حنا بحكم جينا من تمكروت كنتي كتمشي باش تحضر دوك الاجتماعات في الاول باش تاكل الكسكسو نهار الجمعه باش دير تحضر كاين اللي مشى لهاد الجي كاين وباقي عقل حنا كنا ديك الساعات اش عقلتي على ابراهيم بولجروف اه طبعا صديق واحد العام دارنا ولاد ابراهيم دارنا موعظه على الخشوع وراه يلاه كيتعلم يصلي ما كانش المهم كلفوه انت ونوبتك انت كل نهار واش كي شوف تتذكر دابا شي سير بس لا قول الله يتذكر لا تخش الحوار دابا انت لا خلي هذا الحوار بغينا تكون فيه ساعه ونص اش خاسرين حنا ياك العمق هذه اللي قلتي دابا تفكرت خالد بنت لانه في هذوك الجلسات كيقول لنا خصنا نختار واحد الصوره اللي نحفظوها العام كامل كنبداو نحفظوك كل جلسه خمسه ديال الايات
والمهم دوك يقترح الناس واش من صوره نحفظوا هذا العام، شكي يقول يوسف، شكي يقول هذا خالد بنت وصلت وخليها شنو، قال لهم انا اعطيناك الكوثر جاتو صغير الله ودي ابو خالد هذه راه نحفظوها لا راه قالها اصلا راه الكوثر راه فيها غير انا اعطيناك الكوثر اعطيناك الكوثر. طيب عافاك خلي الاسئله تمشي لجيتك الله يرحم ليك باش تقدموا شي شويه. طيب اذا الجانب النضالي الجانب الجمعوي الفني لا ماشي الجمعوي، الجمعوي هو صراحه تكوننا فيه وعاوننا لك الجانب الجمعوي يعني، وباقي الحمد لله عندنا اصدقاء في شتى التوجهات الى غير ذلك. نفعنا انه ربى فينا هذا الحس النضالي والحس انك طالب بالحق ديالك، الى عقلتي راه كنا كنديروا نضالات في الداخليه ديك الساعات راه واحد الوقيته راه داك الشيء واحد الوقيته تطور حتى تعيط ديغنيغمو مع الحسين لقانا وجبدت معاه الطرائف هذه وباقي عاقل واحد المره الحسين لقانا عاد تدق علينا مع ال 12 كانوا شي باب ديال الداخليه لتحت هرسوه هزوا منه المطلات جداد كانوا لان كانوا المطلات جاو الداخليه وبقاو تما ومشاو وهزوهم وداك الشيء وكان باقي كنعقل عبد الميت الحاج الحسن كان هذا الشيء شي منظم فريكسا وبقينا بقى فينا الحال وشريناها ليه مع طيب الجانب النضالي مازال كنذكر شويه الشعارات اللي كنا كنرددوا في الداخليه مثلا كنا الموضوع ديال فاش كنا كنلقاو الحجر في العدس مثلا فكنا كنقولوا الحمام على شهر والعدس فيه الحجر ولكن من بعد نقولوا الحمام على شهر والحجر فيه العدس فهمتي زعما كنا قلنا كاع في شي سكيتش كنتي قلتي واقيلا في شي سكيتش كنا كتبناه قلت لك يحطوا لنا الحجر فيه شويه العدس وان المعده رفضت تطحن واحد الحوار بين المعده وكذا. طيب نقفزوا شي شويه من المرحله ديال زاكوراي الا بالك سالينها لا غير قبل نوجهوا تحيه لدوك الدراري كاملين هو صعيب تقول الاسماء كاملين يبح والخضيري بوهام ججة والاصدقاء ديالي تذكروا بعد حاجه كنا كنديروا دوري ديال كره القدم وللمعلومه كانت هذيك الفرقه ديالكم فاقصه انت اللي كنتي كطاكي اليوم قول كان فيها المسعوديه والصالح وبولعزافر دابا كيفاش جا السياق باش نطاكي لهذوك العفارات دابا الفرقه شكون فيها ياسين المسعودي الصالح بولعزافر القمروني غير تبارك الله انا شخصيا ما نقدرش نبان بيناتهم النيفو زعما انا اقلهم وكنت كان كيطاكي لهم حمودي مع حمودي ولد بني علي وكنت كنمشي زعما ولد قبو وكنت زعما كنمشي نجيب لهم نلعب عليهم ديك الجمهوريه زعما حنا ولا القبليه كنلعب عليهم القبليه وانا تمقرتو كتلعبوا هذا ومشيت اضطريت انني نحرس الجول كنت غادي راه كنحرس تمقرت انا راه كيقولوا لي كاع بسام وداك الشيء تمقرت واضطريت انني نحرس ليهم الحارس غير باش نتخشى معهم لان ياسين وصالح راه تبارك الله كانوا الدوري ينضموا المره الاولى الدوه المره الثانيه الدوه ولكن كنت دائما تنشكل فرقه وكان عندي هدف انني خصني نربح الفرقه الدوري الثالث كان عندي فرقه اللي كان فيها حمزه صاوي ودينا خرج زيبر كان معكم اسميتو كان معنا الدري اللي واعر في الماتش حمزه صالح بعدا وكان انوار بالقاسم وكان كيطاكي لينا خياط ولا شي المهم تحيه لهاد خدنا كاملين واللي ما ذكرناش الاسم ديالو سعيد جاج المهم اللي ما ذكرناش الاسم ديالو يسمح لينا بالصوت. طيب بعد هاد المسار الاجتماعي الله يرحم ليك الوالدين اش من طيب واش عقلتي نهار كنا لاعبين وكنتي غادي بشي كره باغي تماركي والخضيري اش قال لهم منتج قال الخضيري كاسي ماز لا الرز ماز الرز ماز زعما هرسوا واش والله يا با خضير اش درتي صافي دوز دوز لا الا جينا راه غنطولوا في هذا الشيء. طيب اذا المرحله الجامعيه قريتي في بنزهر اكادير وي قريت في درس الانجليزيه وكان من بين الناس صراحة اللي شجعونا باش نديروا الإنجليزية ديك الساعات هو حمزة صالح عارف حمزة صالح حتى هو من بين المشاغبين ديال الداخلية اللي خصنا نوجهوا ليه التحية وما ننساوش فله الفضل بزاف أنني اختاريت يعني كان عندي من الصورة أنني كنت باغي ندير الإنجليزية ولكن حمزة صالح من الناس اللي عاونوني حتى في المسار ديالي في أكادير سيكو كنا كنرجعوا بحكم أنه كان في الحي وكانوا بزاف الدراري ديال طاطا في الحي وكنت كنا كنتشابهوا بزاف راه الدراري طاطا وزاكورة بحال وكنت أنا ساكن في الحي لأنه انا المسار الكوميدي طبعا وقف لاني مشيت لمراكش فاذا انت كملتي في اكادير بقات وهكذا تتطور الى صحيح ان اصبحت معليه اليوم الجانب الدراسه ايضا من بعد خديتي ماستر في جامعه الحسن الثاني بنمسيك وفي نفس الكليه اليوم انا كنكمل يعني الدكتوره ديالي اللي اشرفت يعني الحمد لله على النهايه ديالها قريب ان شاء الله السوتنونس قريب كل شيء موضوع هالمقارنه بين الكوميديا في المغرب وامريكا فوالا الديبارتمون ديال اللغه والثقافه لانجويج اند ترانسكالتشراليزم والموضوع هو واحد المقارنه بين ستاند اب في المغرب والامريكان ولكن هذا غير هذا كما كنقولوا غير في العنوان لما البحث راه فيه بزاف ديال المحاور سورتو كنغوصوا في الجانب الفلسفي الفكاهه والتفسيرات ديالها
وما المضحك في المضحك فهمتيني وريز فاني ان هيومر انا شكون اللي كيخلي داك الكاغ ولا داك السكتش كيولي هذا مضحك بغينا نرقاو شويه بداك النص ديال السكتش ولا بالكوميديا انها نقدروا اناليزوها بحالها بحال الشعر بحال النثر بحال القصه الى غير ذلك صرتي بالدراسه ايضا بشهور معينه في احد الجامعات الامريكيه اربع شهور في سكيدمور كوليدج كنت من الناس اللي الحمد لله استفدوا من المنحه ديال فولبرايت اللي كتعطيها يعني ليطا ديال اليونايتد ستيتس ومشيت في اطار واحد لا فورماسيون اللي فيها عام بيان سور دوزت اربع شهور ومن بعد الباقي كملتو دابا راك عارف مع عن بعد وداك الشيء يعني اونلاين وهذا والحمد لله استوفيت لا سميتو ديال الحمد لله المده الزمنيه يعني والواحد خاصك تقرا على خاطر. طيب انتقلوا للجديد الفني سؤال يعني يطرح على كل فنان ولكن قبل كثير من التعليقات الان في الـ في الـ في فاش درنا الخبر ديال الاستضافه ديالك برنامج حوار عاق الناس كيسول علاش وقفتي برنامج ناطق غير رسمي. صحيح انا نقول لك واحد القضيه يعني لقيت اللي في سخنو في لو فيرب في في امازيغيه شحال زوج في جوج في في بي جوج حروف كيقدروا حروف معبرين مضو ضو اسي اسي كيني جوج زعما سير عاودي واش كتعرف لا لا حاشا وهنا تا هذا اسيدي بصحه وراحه والله اسيدي والله اسيدي حنا فرحانين ملي عجبك هذا تاي والله اسيدي لا اتاي زوين هذا هو العمق خلينا العمق وداك الشيء هذا هو العمق هذا الشيء الاخر ماشي عمق. طيب علاش وقفتي اول قلنا الفكره اولا كيفاش جاتك ديال الناطق غير رسمي ناطق غير رسمي مالك مع الصحفيين فهمتي لا العكس ترقاو شويه الصحفيين خدنا عرفوا الصحفيين خدنا كل ماشي انت دابا ما كناش غنديروا ياك سير هو دونك هو شوف هو اي مشروع كوميدي كيما بغى يكون راه لابد كتقيس فيه شي حاجه الا ما قستي الجانب الاجتماعي السياسي هذا كتقيس وملي كتقيس انت ملي كتقيس السياسي راه لابد تقيس الافراد كتقيس هذا دونك هذه مساله عاديه. العكس ما عندناش مشكل معها ما عنديش مشكل مع الصحفيين ذاك الناطق الرسمي هو واحد البيرسوناج ما عندوش سميه ما سميناهش باش ما تقدر تسميه مصطفى وتصدق طايح في شي مصطفى اخر عبد الرحمن طايح في شي سميته دونك ما سميناهش غير تفاديا بالله ما تقيش شي واحد ولا هذا ناطق غير رسمي اولا فكره قديمه تكون عندي تقريبا شي عام ونص باش كتبتها جات لان عزيزه عليا الكوميديا السياسيه وكنقول دائما ان الكوميديا واخا كتناقش فيها الاجتماعي راه دائما كتناقش السياسي ملي كتناقش مثلا راه كتناقش راه الحفاري في الزنقه ولا السبيطار ولا الجامعه ولا الاداره راه دائما مع الوالي مع المجالس صافي راك وجهتي دائما اسميتو وانا عزيز عليا الكوميديا السياسيه ودائما من الناس اللي كيامنوا بها وكانت يعني الانطلاقه ديالي والبدايه ديالي كانت 100% يعني كوميديا سوداء كوميديا سياسيه الى غير ذلك. ففكرت في هذاك الصحفي في هذاك الناطق الرسمي كيجوي كيحلل المواضيع الاجتماعيه كيجوي في على البلاد كيجوي على السياسيين يعني تقدر تسولو على اي سؤال وخصو يجاوبك ما هو ما خايفش خصو يجاوبك على اي حاجه اونيت ما عندوش لغه الخشب كيقول لك نيشان كتقول له واش كاين هذا ما كاين والو قالت واش كاينه هذه لا ما كاينش خصوصي ما كان لا عمومي لا من الاخر هو كيجيك من الاخر دونك هذاك الناطق غير رسمي هو الالتيرناتيف هو البديل على داك السياسي اللي بوتيتغ بعض المرات كيتهرب على السؤال فانا كنقول علاش السياسيين ديالنا كيتهربوا من الاسئله وعلاش هذا وعلاش جاوب ما درتي حتى حاجه بلا ما تكتب على الناس الاحصاء قولها اودي راه كنا غنديروا لكم مستوصف ساعه ما كتبش الله راه نتمنى انك ما تهربش من شي سؤال ايضا في هذا الحوار لا لا سجل لك هذه في هذا الحوار انا شوف انا خذ جايه الاسئله الساخنه لا 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 طبعا ما صاحبي وغنراعي انا ما عنديش مشكل سول اللي عجبك دونك فجات الفكره هكا ومن بعد دريسو مهدي وربيع سجيد جلسنا قلنا علاش هذا الكونفيرمون ما استغلوش اننا نصوروه بيان تشافوا حلقات بزاف 2 مليون 3 مليون كذا ولكن هذا هو السؤال علاش وقفتي البرنامج وقف انا نعطيك جوج الاسباب السبب الاول صراحه الوفاه ديال السي الغوماري جات مع التصوير ديال شي حلقات كنا غنصوروهم وبحال الا اثرت فينا بزاف صراحه الوفاه ديال السي صلاح الله يرحمه في هذا النهار هذا دونك كانت هي كما كيقولوا ديكلونشات اننا هذا السبب يعني ولكن هذا ماشي اساسي او رئيسي المهم كان واحد شويه ديال الاحباط وهذا ووقفنا واش ماشي الناطق غير رسمي استنفد ادواره يعني صافي استنفد هو الا جيتي دابا سبعه الحلقات ولكن راه فيهم جميع المواضيع فيهم الرياضه السياسه الطب فيهم الصحه اي موضوع بغيتيه في دوك سبعه الحلقات كاين فكرنا مزيان قلنا ودي خير الكلام ما قل ودل ودل ولا ودل
خير الكلام ما قل ذا وذل، يعني مزيان انه ان 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 من الدلاله ماشي من الدل، الدل دل ودل، خير الكلام ما قل ودل، قلنا وتجي خير الكلام ما قل ودل مزيان. وبعض المرات ملي كتكثر في واحد المحتوى كوميدي وكي كتكثر فيه كيولي كيرجع عليك، كيرجع عليك من قبيل انه الناس كتولي تطالبك مثلا، كتقول لك وتجي وادوي على هذه واقول هذه راه مزيان تفاعل مع الجمهور. لا بيان سور مزيان تفاعل مع الجمهور، ولكن الدور ديالك انت راه ماشي سياسي، انت كوميدي. ملي كدير ناطق غير رسمي وكيطول اكثر من القياس كتولي الادوار كتختلف، كتولي انت الناس كتدخل كتدخل كتولي انت كتحاسب على شي حوايج لا علاقه كون الناس لا خصك تدوي على هذه. لا دونك ما بغيتش الناس يسقطوا، انا لا امارس السياسه بهذاك البرنامج، امارس الكوميديا. طيب انا فنان كنحاول نحل المواضيع واحبس لانه استنفدنا يعني المواضيع هالاولى، وزعما راه يمكن يجي الجزء الثاني، زعما ماشي يقدر يكون الجزء الثاني من بعد زعما، والناس مشاو تاويلات ياك ما خايف ياك ما هذاك ما عيطوا ليه ما كاين والو. انا نيت مازال عندي واحد الحلقه نقترحها عليك مرحبا والله، نديروا شي حلقه اي موضوع كيما كان دونك. ولكن الناس قالوا ايضا بس رجع للاستثمار في القناه ديالو، حيت واحد الوقيته ماشي كنتي هاملها، ولكن ما كانش الاعمال ديالك ما كنشوفوها شويه بحال ممثلين وحدين اخرين كذا. واش يعني العوده ديالك للاستثمار في اليوتيوب زعما سيستمر ولا غير هذا البرنامج وغتغير ثاني؟ انا الغايه ديالي من الوجود ديالي في اليوتيوب اولا دفعاتها ان كورونا ما بقيناش كنبانو وما بقيناش هذا، والناس كي بحال 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 شي 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 واحد متنفس بحال بحال شي واحد عنده 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 محل في المارشي وزيتي سديتو ليه خصو يقلب على شي محل اخر على برا. فاليوتيوب كانت متنفس بالنسبه لينا، وباش نبقاو في صله مع الجمهور فتدارت حاولت نحرك لاشين شحال هادي ما كنتش خدام في اليوتيوب، لان كانت التلفزه كانوا سكيتشات كانوا سهرات كنتي كدور المغرب كامل كيشوفوك، دونك بحال الا ما عندكش كتقول اليوتيوب خليه الناس اخرين اللي كيديروا. لا لا لا، ولكن ملي استمرنا في اليوتيوب ولقيناه باللي راه تقريبا بنفس الفعاليه ديال التلفزه او اكثر، فقلنا نستمروا. يعني انا والدراري اللي خدامين اونصومبل السي دريس ومهدي والسيرام السجيد اللي كنحييهم من هذا هذا المنبر. هي مناسبه باش نسولك على هذا الموجه الان بين واحد التنامي ديال توجه الفنانين لليوتيوب، يعني شفنا واحد العدد ديال الفنانه جواد السايح وامثله كثيره اللي بداو كيركزوا على اليوتيوب اكثر. واش ممكن اليوتيوب يكون بديل على التلفزه على السينما على بيان سيغ يقدر يكون بديل، ولكن بغى يكون لغه المتابعه ولا المداخيل؟ لا المداخيل شتي يوتيوب في المغرب غير باش الناس يعرفوا راه ما كيدخلش بزاف. انا عارف هذا الشيء يقولها لهم يعني فوالا، باش تدخل بزاف في اليوتيوب خصك المحتوى بزاف، خصك تبوستي يوميا، خصك تكون المده طويله، خص يكون المشاهدات اكثر. فمثلا بحال ناطق رسمي مثلا دير حلقه قاعد فيها غير 4 دقائق وتمشي ويشوفوها 3 المليون، يلا غتخلص لك داك البروجيكتورات اللي جبتي والكاميرا وداك الشيء. دونك ماشي محدود، ماشي زعما كاع ما كتخليش، ولكن زعما راه ما فيهاش شي ربح اكثر، لان في المغرب الخلاص ديال اليوتيوب نازل بزاف ماشي بحال فرنسا وفي امريكان كتكون عندك مليون راه شي حاجه، كتكون عندك 2 مليون مشاهده راه معروف هادشي. دونك خصك الكم بزاف خصك، وصعيب. انا بالنسبه ليا زعما كباسو صعيب عليا نبوست يوميا ولا اسبوعيا على مده، سينو غادي تهمل حوايج اخرين بحال الدراسه ديالك بحال الابناء ديالك بحال الاعمال ديالك الاخرى في التلفزه، لان عندك تورناجات عندك هذا. دونك اليوتيوب صعيب، اليوتيوب تقدر تجي واحد المده واحد الشهرين تركز على اليوتيوب وتمشي عاوتاني التلفزه. دونك طيب هل يوجد جزء ثاني من البرنامج فين غادي؟ لسه كنتي صورتي انت وطاليس القناه الثانيه اعتقد القناه الثانيه، وصراحه هو كاين زعما عيطوا لينا الشركه معاش صورنا قالوا لنا راه كاين جزء ثاني، ما عرفناش دابا مع الظروف ديال كورونا وما عرفناش يعني الاختيارات ديال القناه، انا ما نقدرش نعطيك شي جواب لانني لست متاكدا 100%، ولكن زعما كاين اتصال، اننا غادي نديرو، وهذا العام كاع غادي تكون بوتيتخ غيكون فيها الجديد، يقدر يتزاد معنا الكوميدي يوسف يسار انا وطاليس يسار، يعني كاين هذا المقترح هذا ما عرفتش واش باقي يتنفذ او كذا. طيب صورتي قبل اسابيع عمل مع المخرج هشام الجباري قهوه نص نص، الى ماشي قهوه غير نص 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 برنامج نص نص. شنو الفكره ديالو؟ اين سيعرض ومتى؟ الفكره ديالو هو ان بسو كيلعب الدور ديال جيرون ديال واحد القهوه، ومعاه حسن ديال تاج الدين سعيد ايتباجا وفتح الغرباوي والسي الاثير هو
هو مول القهوة كان الضحك اذا كاين الضحك ومعنا سميتو باجي على الصناجي محامية كتجي تقهوى عندنا دونك انا عطيتك راه دابا بحال الا تفرجتي دونك هذا عمل اللي نتمنى ان شاء الله يراق الجمهور وغيتعرض في القناة الاولى ان شاء الله يا الاولى في رمضان اخي ما عرفتش شوف القناه هي اللي كتهضر لك صح هما اللي عارفين تمام كاين شي جديد اخر ما عندناش عليه اخبار كاين عمل اخر ان شاء الله اللي غيتصور في بورغراد ان شاء الله واحد الفكره زويونه على اللي غيكون بسو وفضيله بن موسى وحسن فلان يعني في هما يعني المحاور اللاعبين الرئيسيين دونك كاين عمل ان شاء الله ما تنساش تكونتاكتينا باش نصوروا الكواليس كاين هنا في بورغراد حدانا قريب ليك ان شاء الله يا هذا هو اللي المخرجه ديالو سيده هذا العمل فوالا الهام العالمي المخرجه الهام العالمي تمام طيب اذا هذا هو الجديد ما كاينش حاجه اخرى واحد الشيء اللي كاين والله ما خبيت عليك شي حاجه هذا هو اخر ثمن في السوق هذا الشيء اللي كاين كاين دابا اللي كنقولوا جديد يعني خصك شي حاجه وقفات او جداد داكشي اللي اونطران دو يلاه كذا كاين تليفونات راه كاينه سلسله كاين ميني سيري كاين هذا وكاينه العين ما تعرف كاع تقول شي حاجه دابا مع هاد كورونا السي محمد تقدر اي حاجه تا طيب بالنسبه للكورونا واش دوزتي هاد المرض انت ما دوزتيش داز من حداك ما داش تسالتي خوازيت وصراحه شوف انا هادي ديال كورونا ما كنتش ما كنتش زعما غنشير ليها ولكن الجمهور بعض المرات انا دوزت كورونا هي مثل الاوج ديالها غير باش نكونوا واضحين السلام عليكم شحال هادي لا شحال هادي يعني دابا والتباعد كاين دوزها بالضحك الحمد لله الحمد لله غزات غزات الحمد لله صابوا رؤساء دوال زعما راه تفخر سميتو زعما بحالي بحالك الحمد لله طيب بعد التطورات دابا الضحك سالينا بس سير سير المعقول يلاه قلت دابا هادشي ديال التطبيع انت عارف انه نسيتي من الضحك هذه البزاله ليش سير كمل كمل السفر دراس هاد الدول العربيه كثيرا انخرطت في التطبيع جا عندنا كبير مستشاري ديال ترامب تعرف بسياده المغرب على الصحراء والى اخره شنو رايك في هادشي اش سميتي بوريط انا يا دز المول ودوزها بشريبه ديال ما كاين بس طيب هل فكرت في الانتماء لاحد الاحزاب السياسيه بكل صراحه اللي عطانا اكثر هذه ديال الناطق غير رسمي اللي عطانا اكثر حنا معاه لا انا بقول بس دابا الرسمي سير كمل واش سبق روضتك هذه الفكره واش جاك شي عرض في الحلقه مباشره من شي حزب معين والله انا شتي العمل السياسي كان عزيز عليا العمل السياسي والجمعوي وعضو في بزاف ديال الجمعيات ورئيس جمعيه والى غير ذلك دونك تشوسكي انك تخدم الصالح ديال البلاد كاينه دائما هذه الفكره تراود فهمتيني زعما كانت على طول الوقت دائما كنقول وصراحه ملي كتكون ولد الجنوب وداك الحس النظري اللي دوزتي دائما كتقول راك واحد النهار غادي تدافع على حقوق ناس ولا تطلب هذا وداك الشيء فهذه يعني باش بس واحد النهار يدخل للسياسه غير مستبعده باش نكون واضحين فهمتيني حاضره وغير مستبعده ولكن عندك تقول راه دابا ولا شي ناوي ولا دوري حاضره اش غنقول لك شنو من الاحزاب اللي دقوا عليك نيشان قالوا كيفاش احزاب يعني لا باغي نقول شي حد عندك وقال لك سي سي والله الا جاوا عندي ناس وزعما ماشي زعما تقول بها ولا غير طلو غير كيقولوا واه فلان واش شي نهار تقدر سميتو يقول لي ما ودي لا راه مازال كوميديا المهم هو راه قال لك مراه يقدر سميتو لا لا طيب يروج في الحديث احيانا عن شبهات مرتبطه بفساد مالي باك صاحبي زبونيه كذا فهادشي ديال باش تظهر في قناه معينه او تحصل على دعم ديال الوزاره الثقافه بحال الضجه اللي طرات مؤخرا وسبق باش تعرض للموقف بحال هذا او كان شاهد على عمليه اللي فيها اشياء اخرى غير الكفاءه والاستحقاق هو صعيب السي محمد دابا تتهم وتجي تقول لان الهضره راه كتقال اه طبعا حنا قلنا غير صحيح باش تهرس الادله كيديروا شخصيا انا كعرفني عارف تربيتنا كي دايره وكيفاش ما نقدرش نجيو نتهمو شي واحد ولا تقول لا راه ما كاينش الشفافيه الاسم ديال بس اليوم الحمد لله ملي كتحط في شي برنامج ولا هذا كاين اللي كيتقبل كاين اللي ما كيتقبل كاين اللي كيدوز كاين ما يمكنش تدوز كلشي وما يمكنش يتقبل كلشي الدعم انا صراحه ما دفعتش ليه باش نعرف زعما الحيتيات ديالو واش كيعطيو لفلان ولا ما دفعتش ليه وما كان زعما ما عمر كانت عندي شي نيه لا سابقه لا مستقبلا انني ندفع باش تقولنا المجد الفن بروبر صافي ما فيش ماشي صافي ما نقدرش نحكم عليها السي الغرس ما نقدرش يجي يقول لك راه كاين تخلويط في الفن ونتهموا الناس هكاك غير 5% 10% شي شويه الله اعلم السي الغرس ما نقدرش نجي والله العلي العظيم باش نهرب من السؤال لا حيت فنان اخر تسولوا جاوبوا لان عندهم معطيات وهضروا عليها انا اشوف
ما عمري دفعت للدعم، ما عمري دفعت لشي طلبات العروض، باقي ما عنديش بوت بروديكسيون مثلا باش ندفع التلفزه ونعرف واش كاين كيعطيو ولا ما كيعطيوش. مستقبلاني لا دفعت هذا وداك الشيء سي با ما عرف هذا هو. طيب ما يتعلق هناك واحد الفكره، الجمهور كيصنف بسو مثلا حسن الفاد نعمان نوعاً ما نعمان، يعني بعض الناس على اعتبار انهم بحال قلتي فنانين مثقفين وكذا. واش هاد الفكره؟ كاين بعض الجمهور اللي كيبغي كلاسي راسو زعما راه كيتصنت لدوك المثقفين غير باش كيبزهم عليه صحه يتحسب عليهم. ها كاين دابا كاين لو شوا بحال كتقول غنمشي لديك القهوه غير حيتاش كيجلسوا فيها الناس، انت راه ما غرضكش شنو المحتوى اللي كيعطي ديك القهوه، غير كتبغي تكلاسي راسك صحه انك زعما كنتصنت لفلان ولا جو سي با. انا صراحه ما كنفرضش على الناس انني فنان مثقف ولا كوميدي مثقف ولا راه الكوميديا ديالي فيها الثقافه ولا خاصك تكون قاري باش تفهم داكشي اللي كندير. كنحاول نوجه واحد الكوميديا للعموم اللي يجي يفهمها اي واحد، لان المجتمع المغربي اليوم متنوع فيه جميع يعني التركيبات الايديولوجيه والثقافيه والتكوين الاكاديمي الى غير ذلك. احنا اليوم مطالبين ككوميديين انك ما تصنفش راسك من معشي. انا سي فري ان داك التكوين ديالك بعض المرات كينطق في الفكاهه، واخا كتبغي تهرب من داك الجانب الثقافي دائما كتعطي ديك الكوميديا اللي فيها داك الحس الثقافي. مي صراحه انا ما كنبغيش نفرض على الجمهور انني فنان يعني مثقف خصك تكون ماشي حاجه باش تفهم داكشي اللي كنقول ولا زعما كنبغي نسيليكسيوني الجمهور ديالي. لا انا كنبغي نخاطب جميع، زعما امنيتي انني نكون كنقيس جميع يعني طبعا لان العمليه التواصليه اساسا الا ما تمشيتيش اكبر قدر راك ما ولا كنقول ان المغاربه اليوم انا ولد العمق ولد الهاميش وهذا وكبرت والحمد لله وتكونت شويه وهذا، كنقول يا ربي نكون كنقيس كل واحد كيتصنت لباسو كيعجبو ستيل ديال باسو. فين كتلقى راسك انت في هذا الثنائي ديال ما يطلبه الجمهور؟ الفنان واش خصو ينزل عند الجمهور ولا الجمهور اللي خصو يطلع لعندو او كذا؟ الفنان انا كنقول دائما الفنان مطالب باش يخاطب الجمهور بحال الكاتب، فهمتيني؟ بحال الكاتب ولا واحد الروائي، ولا خص انت الغرض ديالنا شنو هو الربح ديالنا حنايا؟ هو انك تربح اكبر عدد من الجمهور، دونك راه انت اللي مطالب تنزل عندهم، ماشي تقول تجلس في البرج على جديد. بعض المرات كاين اللي كيبغي يتعمق اكثر من القياس بديك الفكاهه اللي كيعطي وكيصدق كيقول باب اللاتي لا انا راه هذا، وكاين بعض المرات كتجي الناس وقال لا واش غير زيد تصنت لفلان وراه خصك تكون. انا ضد هذا الخطاب، هذا ضد هذا الخطاب اننا نصنفوا الكوميدي انه كاينه كوميديا وحده. انا 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 شخصيا احترم الناس ديال الحلقه والحليقيه، كنقول هادو هما لولاهم اليوم ما كانتش غتكون كاع هاد يعني هاد الدور. صحيح حتى مؤرخين مثل عبد الكريم بن رشيد وكذا كيرخوا المسرح عندنا بالصراحه وكذا. الحلقه اليوم الحلقه هي اللي شجعات بلي رجعنا للتاريخ، وعندي جزء في البحث اللي كيشير لهذا الشيء، ان الحلقه كانت يعني البدايه ديال الناس ديال الحلقه، ومن بعد الحلقه تهزات مع الطيب الصديقي والعلاج وداك الشيء والزروالي الى غير ذلك، تهزات وتسوفيستيكات شويه وتحطات في الخشبه، ومن بعد راه من الخشبه هي اللي عطات الثنائيات الاولين اللي داروا الفكاهه والكوبي وكلهم. راه الا جعنا السكيتشات ديال السبعينات والثمانينات راه كلهم يعني صيغه اخرى للحلقه. بس بالفن الاخرى كدير بعض التلميحات شي شويه ديال العنصريه تجاه اللون الاسود في المغرب او السمر، واش عندك قناعه في هذا الموضوع؟ عندك مؤشرات على انه فريمون كاين مشكل ولا؟ اولا كلمه العنصريه كبيره، باش نجيو اليوم نقولوا المغرب فيه العنصريه ولا نديروا هذا الاسقاط هذا صعيب، خصك احصائيات دراسات اجتماعيه باش ناكدوا هذا الشيء. وبيان سور انا من الناس اللي ما يقدروش يجازفوا يقول اليوم راه كاينه عنصريه. انا غير واحد المره كنطرح اسئله ملي كتكون شي حاجه كنشوفها وكتستفز فيا هذا كنطرح اسئله. مثلا ملي كتجي الاشهارات مثلا في التلفازه ولا مثلا واحد الاشهار ديال واحد البرودوي الفرماج الزبده ليكوش ولا هذا سورتو الموجه للدراري الصغار، كتلقى داك الاشهار غياب اللون، فهمتيني؟ دوك الدراري اللي كيديروا داك الاشهار غياب اللون. انا كنطرح سؤال كنقول علاش ما كاينش، ماشي كنقول خصو يكون ولا كندافع عليه، لا كنقول غير علاش ما كاينش، فهمتيني؟ سورتو كو زعما دوك الناس اللي سمرينو في الجنوب ما كياكلوش داك البرودويات ولا ما كي العكس، الا جاء راه هما اللي كيتفرجوا في التلفازه وهما كيستهلكوا داك الشيء اكثر لانه في المتناول الى غير ذلك. علاش كيتقصى مثلا؟ علاش هذاك اشهار ديال دار ما فيهش واحد هذا؟ دونك انا دائما كنتسائل كنقول علاش، يعني يتم يعني ماشي تغييب عن قصد ولا عنصريه ممنهجه ولا غير، هو خص الناس اللي كيتكلفوا ما هو اعلامي ما هو موجه للعموم بصفه عامه، بحال في الولايات المتحده الامريكيه اليوم انتيردي انك توجه واحد البرودوي للعموم وما حاضرينش فيه جميع التركيبات الاثنيه ديال الميريكان. انت من حقك انت كمواطن الا دخلتي لواحد الريستو لقيتيه مخدم مثلا غير البلاكس ولا الوايتس ولا الايجينز، من حقك تدعيه ولا من حقك انك تكتب عليه واحد هذا. علاش انه قصى مثلا؟ علاش
ملي كتمشي مثلا لكندا كيقول لك بونجور وكيقول لك هالو بجوج باش لانها حاضره انت تقدر كتجاوب بالانكلي ولا بهذا دونك خص التركيبات التركيبات الاجتماعيه اللي عندنا في المغرب ينعكس الامازيغيه العربيه خصها تنعكس وتكون حاضره وكل المجالات وكذا في جميع المجالات فين ما مشيتي انا مثلا كهذا نبغي نشوف راسي كنتفرج كيفاش نبغي يبان لي شي دري صغير كيجبهني السلام عليكم ثقافه ولونان وكل شيء انا سواتي انا سواتي سيدي بصحه والراحه سي باسو كاين واحد العدد من الفنانين والفنانات اللي شفنا كيفاش انتهى بهم الزمن الا بغيتي تقول اما كيتسولوا كاع اما متعرضين للافراغ في الكراهيه حالات اجتماعيه كيطرح سؤال من جديد واش الفن في المغرب كيوكل الخبز انا ما كنبغيش كاع هذا السؤال يطرح واش المغرب واش الفن كيوكل الخبز لانه يعني الفن نفس السؤال ينطبق على جميع المجالات واش واش التجاره كتوكل الخبز واش هذا هو قرب في الهوايه فوالا انا المهنه الممارسه لا العكس العكس باش نكونوا واضحين السي الغروس انا من 2009 وانا في التلفازه خدام غير بالتلفازه وبالفن الحمد لله وبالسكيتشات اللي كندير يعني الفن راه يوكل الخبز وهذا الفن هذا هز الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ماشي انا الدار راك ملي كتمشي حتى بكروت العائله والوليدات والوالدين الحمد لله هذا الشيء بجهد الله سبحانه وتعالى ماشي بدون من او بين انا غير كنعطيك اكزومبل يعني راه واحد وقلتي واحد القصة مالك مع الصحفيين ومالك مع هذا انا عندي غير واحد الاشاره السي الغروس هذا في اطار فايده طرفه لانك واحد الفنان تحيه الصحفيين اللي كيطبلوا لينا ولا عزاء دابا انا كنقول جميع الفنانين جميع الفنانين اليوم راه ملي كتجي كتلقاهم دائما مساكن ولاد الهامش ولاد العمق ولا سواء رحت هذاك اللي كبر في كازا كتلقاه في كازا حتى هو ولد العمق واحد كبر في درب السلطان ولا بوسبير ولا راه العمق راه وصل الحضاره ولكن راه وصل بالضبط الفنانه بدون استثناء فهمتيني كلهم جايين من 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 من, من الفقر وكيتقاتلوا مساكن باش والحمد لله يعني كاين اللي استطاع يبني اسره بداك الفن سواء بداك المسرح سواء بهذا سي فري كو ان لا رونطابيليتي ديال الفنان ما كتسمحش ليه اليوم في المغرب ان بديك الشهره ديالو يعيش ما يسمى بالنجوميه ويدير بحال ملي كتشوف في مصر دابا والفيراري واللامبورغيني وهذا وداك الشيء ما كتسمحش ولكن يقدر يعيش به يقدر يلبس به مزيان ياكل يقصري الفيراري غير من الفقر غير من الفقر ومن الحاجه مزيان وهذا الحمد لله لان هذا هو المغرب ما يمكنش مازال عندنا اسئله طبعا في الفيسبوك لان كنطرحوا واحد عشرات الاسئله في الفيسبوك يكون تفاعل سريع وفيها ملاحظات ومؤاخذات ايضا على السي محمد الفقره اللي قبل منها هي ثلاث اسماء وثلاث تعليقات ايجابا سلبا شخصي مهني لك كما تريد عندك واحد 30 ثانيه في كل اسم نبداو بنعمان الحلو نعمان الحلو استاذ يعني موسيقار كبير حتى هو راه له الفضل اليوم في الاسهامات ديالو اللي عطى في الموسيقى من راك 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 راه ما كاينش شي واحد ما حافظش الاغاني ديال نعمان الحلو وتحيه ليه بعد الالتفاته اللي دار لمدينه زاكوره والاغنيه الجميله ديال الغزاله زاكوره غير ذلك فكان كان كان كنحييه ويعني وغيبقى اسم راسخ يعني في في في, في الاغنيه المغربيه بالاسهامات ديالو وداك الشيء اللي عطى للفن المغربي حسن الفد حسن الفد الجانب الانساني ولا الفني بجوج دابا نعمان الحلو بعدا كانت ربطتنا واحد العلاقه ولو كانت قصيره ودائما ماشي جبتو بالخير حيت جبني بالخير ولكن هذه مساله عاديه حسن الفد استاذ كبير في الفكاهه عطى بزاف وحتى هو الاسم ديالو دائما غيبقى راسخ في الكوميديا المغربيه وفي اطار البحث ديالي ربطني معاه واحد الاتصال باش اننا يعني سميتو زعما امكانيه اننا التعاون استفاده فوالا التعاون استفاده وداك الشيء وكنتسناو ان شاء الله الرتور هذا الشيء اللي كاين طيب ايكو ايكو عبد الرحمن ايكو اش غنقول لك دابا عبد الرحمن ايكو الجانب الفني والقيمه ديالو راه ما يمكنش نجي ماشي انا اللي غادي ندير ليها تقييم بيان سور ف تبارك الله السي عبد الرحمن راه حاضر اليوم في الشاشه وتا هو من الشباب بحالنا تقريبا نفس الموجه واخا حنا سبقناه في الكوميديا وداك الشيء ولكن راه في نفس الموجه من الشباب اللي كيحاولوا يبصموا ويعطيو نفس جديد للكوميديا المغربيه كما كندير حتى انا وكاع جميع الشباب ونتمنى ليه التوفيق في المسار ديالو طيب سي محمد وصلنا لاخر فقره في البرنامج هي اسئله من الفيسبوك كنفتحوا فيها الباب باش يتفاعلوا الجمهور بصفه عامه منهم مرحبا. اللي عنده معاك منهم اللي لا عندوش ما عندوش او كياخذ فاذا اللي كنطلب فيه هو التفاعل يكون سريع لان باش نحاولوا اكبر قدر ممكن عدد لا 10 سير
وبالمناسبه منهم بعض الاصدقاء اللي اذا محمد ابرباس تيحيي المحاور والمحاور. طيب ما عنده السؤال هذا خصني نمشي لهذوك اللي حددت نيشان. تحيه طيبه لكم جنوب. عندي مع فاطمه عبد العزيز العبدلاوي. عندي مع بسوش مسملحات هي مات الاضراب واحد الاداره وداك السروال اللي صبغوا ب 10 ريال جافيل كاينه ولكن محال هو يكون عاقل على هذا الشيء. عاقل عليه عاقل عليه وسلخني عليه الوالد هذاك السروال ديال جافيل. كان عندي واحد السروال قري قري هادشي في الثانوي. هي مات الثانوي كان عندي واحد السروال في القري ودرت ليه جافيل باش نبان زعما شويه مختلف وهذا وشافوا الوالد قال لي صبغتيه بجافيل سلخك عليه سلخني عليه ضيعتي السروال. لا ضيعتي السروال وضيعت علاقتي مع الوالد. شي واحد سميتو في ذاك يا وطني كيعرفك ايام الجامعه سولوه من اللي حصل كيدخن كيفاش غيرت لحظه التوبيخ الى اخراج الطاقه ومسار الابداع فين ما نعرفش لقاك شي حد دباك ولا شي حد تكيف شي مره مين؟ لا لا في الجامعه ما لا وما عطى قال هكا مبنيه زعما ما حددش ليها فتره زمنيه. لا بغا يكون غير شي باساج ولا شي سكيتش درتي فيه سكيتش شرط فيه انني نلقى ليه هو اعتبرها حقيقه وجاتي سؤال. سولو احمد وقدير وقدير سولو واش باقي عقل على القفز القفز العلوي على اسوار الثانويه خاصه الا كان السي العربي موجود. ويلي ويلي تحيه بعد السي العربي الحارس العام ديالنا. لا اله الا الله ذاك الانسان ما كاينش شي واحد دوز الداخليه ما عندوش معاه العربي. تحيه للسي العربي بكري من هذا المنبر طبعا نحكي عنده. فاذا هذا السي احمد كيذكرك بهذه الواقعه. سولو واش عقل نهار حركت لي شعرو هذا سعيد العويض. سولو واش عقل نهار حركت لي شعرو وسولو على العويض. العويض كان هو ذاك المشاغب في عقلتي حتى ايه لا انت هو كتب. شوف العويض اما واحد حمزه صالح راه لا يناقش حمزه صالح العويض انت انا من شوف الكارثه هذا زعما راه كنت شي محاكمه اليوم راه خصنا نكونوا في سيلوله واحده. العويض كان كنا كنلعبوا كان هو بهذا المصطلح كان دري في اللعب ديالي ما بغيتش نخسر الهضره تنتلاقى دري في اللعب ديالي مع كنت مربي واحد الشعر وفرحان به زعما ديك لا امريكان يلاه كنقراو ديك شويه لونغلي هاو ار يو دوين وداك الشيء وكنتصنتو الاي زعما هذاك الشعر هكا غتدخل لك الانجليزيه انا زعما دوك ديال البرونكس وداك الشيء وربيته عزيز عليا جا هو شعل فيه وقيله ضيع عليا 3 شهور ديالي سير الله. طيب هو هذا كريم السباعي السباعي هذا مسؤول التواصل في الشركه الوطنيه لدعم التلفازه تبارك الله. هو فنان موهوب غير كان خاصو ما يبقاش ديما يدير هذيك اسقاط الطائره في الصيغه ديال انا فنان ولكن راني قاري ومثقف لان المطلوب منه الفن وليس الاستاذيه. داكشي مزيان امز امز اعطاني هذا. شوف المشكل اللي وقع شنو هو باسكو هذا هذه ملاحظه بيان سيغ ملاحظه زوينه ولكن انا كنقول الاستاذ راه طبعا بوتيتغ كيما كيقولوا يغلب الطبو. حنا انا ما كنحاولش انني الخيب هو انك تحاول توهم راسك انك كدير شي حاجه وانت لست اهلا لها ولا ما فهمتي. انا كما قلت لك لا افرض اليوم ذاك المثقف وزعما ما كنتمنى ان الناس يعني ما كانوش كيصنفوني باش نبقى ولكن بارفوا كتخرج وانا ضد ان الناس زعما يعني يجيو يقولوا لا يحكموا عليا بالمثقف وما يحكموا لا قول راه حامض ولا ما كيضحكش ونسى عليه ماشي تجمعهم ليا بجوج ما تاخذش داك المثقف انه عذر على الاستعمال مع المنتوج ديالي وحكم عليه الاستيتيقيه ديال داك الشيء اللي كنعطي احكم عليها بوحده زوينه الاستيتيقيه استيتيكس دونك احكم على الاستيتيقيه ديال داك الشيء اللي كنعطي احكم عليه وحده. هو قال لك ما ديرش الاستاذ ديال انت الاستيتيقيه دابا خصو يمشي يقلب على الناس راه هي اللي كتخرج راسها والله ما كان وصل الغرز بحال داك التحكمي ديال السكيتش ديال هي كتخرج راسها زعما راه ما عاد جات راك عاشرتيني وعارفني راه هكا كنجوي معك حتى في حياتي العاديه واش كاينه ولا لا غير باش الناس ما عبد الرحيم بودلال سولو ماذا يقصد بالإعلام المطبلاتي وما أنواعه في المغرب؟ أو اللي جانا دابا خصني ندير شعبة في الإعلام باش نصنع لا كيطبلوا شوف الناطق الرسمي اللي كيجوي بيان سيغ أي سياسي ولا أي توجه سياسي كيما بغى يكون ولا أي نظام راه عنده ناس كيطبلوا له المشروع ديالو ولا عزاء الحق ولا فهمتيني ومن حقه يكون هذاك ناطق رسمي
كيجوي على حساب الخلفيه ديالو انه رجل سياسي كيقول دائما تحيه للناس اللي كيطبلوا ولا عزاء ولا عزاء الحقيقيين. رشيد البعقيلي لماذا توقف برنامجه الاخير جاوبنا عليها. عبد الغني بن لوط لماذا اقتصر على حلقات قليله من برنامجه الاخير انت غير رسمي هذه ايضا ياك تم الجواب عليها. بغيناه يقول لنا ما معنى ولا عزاء للحقيقي ولا عزاء شنو نختار بالطريقه الرومانيه مكتوب هذه هو كاين اللي فهموها شكون بعدا هذه شكون بغينا يقول لنا محمد عميري ولا عزاء الحقيقي كاين اللي فهمها زعما انه كلاش لشي منبر معين ولا شي توجه. انا ود السي الغروس يعني وهذه مناسبه ما عندي نزاع ما عندي مشكل مع حتى واحد واحترم كل واحد في التخصصات ديالو لا الصحفي لا الفنان لا المغني لا هذا زعما انا كنقول لك زعما كنمارس الكوميديا لا امارس السياسه انا ما يمكنش نستغل هذاك الوجود ديالي ولا الكوميدي ديالي باش بس زعما نفرض انا امارس الفكاهه وتقدر تجي فيك الدقه الا كنتي كدير داكشي دير داكشي زعما ماشي زعما عندي شخص معين كنقول رشيد بوزيد فنان صديق له بصمته والخصائص يساله عن الابداع والرقابه الذاتيه او صحيح. الفن وسؤال الحريه تحياتي واش بسو كيعبر بكل حريه ومكان لا تقيد لا ما كاينش داكشي كاين الرقابه الذاتيه ياك نعم كتكتب وكتحيد النص داكشي اللي كتبتو كتقول على النص عجيب هادشي شنو حسن قرغيز معديرة أولا شكرا على الاختيار التي تكون دائما صائبة سي محمد. سؤالي لماذا أستاذ الفكاهة بس يعتمد في نصوصية الفكاهة كطرف في الحوار والده ووالدته هل هذا الأمر لا يسبب له مشاكل مع الوالد رغم أن خشبت واسعة للإشارة فقد استقيت هذا السؤال من أصدقاء أبناء الداخل كل مرة يقول موضوعنا بس صراحة لا أجد إجابة لهم فعلا بس صديق قديم يعني السؤال توضيف هو هذه ملاحظه اللي كانت دارت مده هذه ولكن يعني بس مؤخرا ما بقيتش كندير بزاف لا 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 كنحاول نجرد يعني ماشي نجرد الجانب العائلي حيتاش الناس ما كيبغوش ندوي العائله اي كوميدي كيما بغيتي راه بغيت نقول لك ما كنشوف فنانه كوتور يعني صافي منطلق غير بوتيتغ لان بس ولد الجنوب ولد المغرب العميق وداكشي بوتيتغ كاين ناس صراحه تلاقيت ولاد زوار متفق معاهم زعما ما ولكن كاع ذكرنا كيجعلوا حياتهم وهذا موضوع السخريه. شوف انا احترمه راهم غير هو انت راه كدير الكوميديا بالطريقه ديالك راه ماشي بالطريقه باش ما يمكنش راه الا جينا نفرضوا على واحد نقولوا له نعمل الحلو ها خصك هذا السيل ولا فلان تغني هذا السيل ولا دير هذه راه ما بقاش بالمناسبه حاجه. اصدقاء مؤخرا التقى الاخت ديال حسن الفت في المحمديه فقالت له هذاك الكبور الشعبيه قتل الوالد ديالو بكل تفاصيله هكذا كيتكلم الوالد لقيت الاب ديال السي حسن الفد اللي كان وجوري تحيه من هذا المنبر راه كبور هو نفسه راه هو با دونك راه اول حاجه اول واحد كتستلهم منه الابداع وكتاخذ منه الافكار راه هو لونتوراج ديالك راه الا ما استلهمتي من الاب ديالك والوالد ديالك والام والعكس راه الوالد والوالد نعم. انا كنلقى صراع مع الوالد والوليد انه ملي كنذكر هذا بزاف وهذا ما كنذكرش بزاف كيبقى فيه غير باش نكون زعما راه داكشي ما كيديهمش واش راه عارف الناس الجنوب والمغاربه كاملين المغاربه كاملين وعلاقتهم بالوالدين راه لا تناقش ماشي غير بس بوحدو الوالدين يعني فوق راسنا وعينينا ولكن راه الا كان شي سكيت راه لا بد حتى بقاو شي ثلاثه الاسئله لحسن والشيخ سولوا شنو هما عوامل تبوغيصه وهل الكرش من خصائصها ده سؤال بيج بالعياش خصنا نسول وهل الكرش من خصائصها والخصائص تبوغيصه زعما هو قال لك اسم السلف تبوغيصه ديالك اه وخيلا ركز مع داك البيروك اللي كنتي دير ديال مايبي يقدر مايبي ولا انت بوغصني زعما هكا في الواقع لا انا راضي على المستوى الفيزيائي ديالي المستوى اللي وصل لي من الفيزياء فرحان براسي مجذوب تفيلات المحجوب الفن من تغيير القناعة أي بناء المواقف سؤال الهوية والانفتاح الجرأة الرسالة المحاكاة الحرية أي نموذج فني لجيل هذا طرح الأطروحة ديال الدكتور هذا فصل الدكتور القاضي عياض القاضي عياض اللي فيها المواضيع هذو في الحقيقة بس فن المثقف هذا ياسين طالع أو طالع مديرة موهبة فنية هو مثال الفن الذي جمع بين الثقافة الفكر والفن. السؤال هو علاش مازال ما عندناش في المغرب التفاتة حقيقية للفنون الجميلة بمختلف أنواعها بما في ذلك الكوميديا علما أن الفن هو مرآة المجتمع. تحياتي لكم وراكم عزاز. ما كايناش التفاتة للثقافة بصفة عامة قبل ما نجيو على هذه الأسئلة فهمتيني يعني خص السياسة الثقافية خص الطبلورو السياسة الثقافية اللي كتهدف أنها ترقى شوي بالمجال الفني بكل تشعباته. بزاف الناس كيقولوا عندنا بحال خضره فوق الطعام غير فوق الطعام هو جارينو معنا نهار يكون الفن اولويه في المغرب راه غنشوفوا هذا الشيء اللي كيقولوا الناس مي بوغ لانستون راه مازال ما كاينش اولويه
بس محمد الفنان الكوميدي ابن مدينة تنكروت ساليتي صافي لله ما قوليش شحال دوزنا في هذا الحوار هذا شحال ساعة بالضبط قبيله قلت لي 40 دقيقة بزاف بزاف واش ولا مزيد مازال باغي مازال بغيت تهضر ورا ساعة غير مع حمزة صالح راه دات لنا تونس اذا نسي محمد بس وسي بسو الكوميدي واش كاين شي فلوس في هذا الشيء ولا دابا لا كيصوروا ساتورن ساتورن هذا راه عاف كورونا وشحال حنا جالسين وصافي والادسنس ديال اليوتيوب تاكتيف ليا حتى لاكتوبر فهمتي باقي والله باقي بسيط ليا واش دخلت ولا عليك الثنايا مازال ما خلصوناش في هذه الجريده حنا غير كنتقاتلوا صافي فهمتي صبر معنا وين غندير لاباس والله ما ننساك مزيان خلصنا هذا الكاز ديال تيقبل تمشي الله يبارك فيك نسدو يا تاش انت خوتي خاصك تخلص حق دابا عاف هذه القضيه كيفاش ديال خويت الراسي سكتيني زعما هذه القضيه ديال محمد بس هو الكوميدي والفنان صديق شكرا لك على شكرا انت اللي شكرا ومن هذا المنبر كنبغي نشكرك هذا بعيد على الضحك والله العلي العظيم سير غروس انا بنت جات الفرصه جات الفرصه يعني نقدر نقول لك كون ماشي انت ما كنتش باش نكون واضحين ما كنتش غنحب الفكاهه والكوميديا بهذا الفاصول اللي انا كنديرها ولا ازال يعني راه باقي عندي الاوراق ديال السكيتشات اللي كنا كنكتبوا انا وياك وداك الشيء اللي دوزنا فعلاقتي بك يعني مفخره ليا بالنسبه ليا فهمتيني انا فرحان يكون عندي في لي كونتاكت يعني صديق بحالك وفرحان انك يعني كما كاع اي واحد ولد الجنوب طور راسو وتكون لا لا اسمح لي لا لا طور راسو وخدم والحمد لله درتي هادشي وانا جاي فرحان لانني جاي عند خويا ماشي جاي عند محمد الغروس الصحفي شكون واضحين جاي عندك كصديق وشرف انك تكون ولد المنطقه وكتمثل اليوم الصحافه المغربيه احسن تمثيل والله يسهل عليك هادشي اللي قلت زعما غير باش ما تنفخش بزاف اكثر من كذا التواضع معنا شو لا انا بغيت نركز على واحد النقطه مادام هادشي انا ساهمت في البدايه عارف هادشي اللي راك تمشي شحال نصيبي هادشي هذا برا اعترفتي راه ما كاينش راه قلتي لو كان ماشي اسمي وايضا ويوتيوب ادسنس وما يدير معنا الحسابات تحياتي لكم بسرعه شكرا جزيلا شكرا جزيلا اما انتم قراء متابعي جريده العمق المغربي الى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله مع ضيف اخر برنامجكم حوار في العمق قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.